قال عز وجل: وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أي أن الدار الآخرة هي دار الحياة الباقية التي لا تزول ولا موت فيها. فالحيوان والحياة بمعنى واحد. يعني حينما يقول الله سبحانه وتعالى وأن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية التي ينبغي أن نركز عليها هي حياتنا في الآخرة مع عدم نسياننا الدنيا كما سبق وذكر. يقول الله سبحانه وتعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، هذه مجرد مرحلة، إنما القرار والاستقرار الحقيقي هي في الآخرة. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال عز وجل: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً.